الريادي هو شخص عنده شغف وبيستطيع تحويل الفكرة إلى واقع. الريادي بيخلق فرص عمل وبيبني الاقتصاد الوطني وبيغير الطريقة اللي بنحيا وبنعمل فيها. فكرة مبتكرة واحدة ممكن تغير العالم. رسالتنا بإنجاز هي تحفيز وتهيئة الشباب ليصبحوا أعضاء فاعلين بمجتمعهم وينجحوا بمسيرتهم المهنية. منحقق هالشي من خلال ثلاث محاور رئيسية: أولاً، بناء مهارات الطلاب. ثانياً، تحفيزهم وتقديم الإرشاد المهني لهم. ثالثاً، بناء المهارات الريادية ومساعدة الشباب على تأسيس شركاتهم الخاصة. المحور الثالث وهو محور الريادة والتوظيف بيشمل مجموعة من البرامج. أحد هذه البرامج هو برنامج الشركات الشبابية، واللي تم تطويره من برنامج الشركة. بيقوموا من خلاله مجموعات الطلاب بإنشاء شركاتهم الخاصة. كل طالب بيتولى منصب بالشركة: الرئيس التنفيذي، مدير التسويق، المدير المالي، زي أي شركة حقيقية. بتقوم هاي الشركة الشبابية بتحديد منتج أو خدمة، وبيكون هناك متطوع من ذوي الخبرة من القطاع الخاص مع كل شركة طلابية لمساعدتها بأعمالها. وتقوم هذه الشركة بممارسة مختلف الأعمال زي تحليل السوق، بيع الأسهم للحصول على رأس المال، حملات التسويق، بيع المنتج في السوق المحلي وغيرها. في نهاية الجزء الأول من البرنامج تقوم المجموعات الطلابية بتصفية الشركات وتوزيع الأرباح على المساهمين. بيبدأ الجزء الثاني من البرنامج بتسجيل هاي الشركات كشركات حقيقية في وزارة الصناعة والتجارة، ويشمل أيضاً تقديم خدمات تطوير الأعمال مثل التدريب، ورش عمل متخصصة وحاضنات أعمال، بالإضافة إلى توفير فرص التمويل والاستثمار في هذه الشركات من خلال الشراكة بين مؤسسة إنجاز ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. وبدعم أيضاً من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم توسعة نطاق البرنامج ليشمل تأسيس 225 شركة شبابية على مدى 3 سنوات، تشمل تدريب وتهيئة 5000 طالب وطالبة من مختلف الجامعات والكليات الأردنية. كل شخص منا بيقدر يساهم ببناء اقتصادنا الوطني وتحسين نوعية الحياة ببلدنا من خلال هالبرنامج. ممكن نتطوع بخبراتنا ومهاراتنا مع الشباب، وممكن نمول الشركات ونستثمر فيها. ممكن نشارك الشباب بالموارد الموجودة عندنا من وقت ومعلومات ومرافق وشبكة معارف وغيرها من الموارد اللي بيحتاجها الشباب. صحيح أننا لا نستطيع دوماً أن نبني المستقبل لشبابنا، ولكننا نستطيع أن نبني شبابنا للمستقبل.